هذه المناظر وهذه الصور أمام المسجد النبوي الشريف يوم الجمعة. أهلا بالسودانيين. أهلا 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 أهلا. تقبل الله. نحن نحب المستغلين. أحبك الله. أحبك يا شيخ. الله يحبك ويرفع قدرك ويبارك. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا وسهلا. أنا كنت قبل كنت أشكر في الأمير متعب بن عبد العزيز لأنه سهل لنا هذه الزيارة وسهل وأعطانا الخطاب للتصوير في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، فله التحية والشكر الجزيل بمناسبة بث هذه الحلقات، وهو الرجل من أهل الخير ومحبي قناة المستقلة دكتور عباس. نعم. ومن محبي شعرك أيضا ومن يمدحونك ويثنون عليك. رفق الله إن شاء الله ويسدد خطاه في ما يعزم عليه إن شاء الله. هاي ايضا لسه الناس خارجين من المسجد النبوي. هذه الصور مشاهدينا الكرام تدل تؤكد ما هو معلوم عن حقيقة الإسلام، من أنه ليس دينا لقبيلة، ليس دينا لطائفة، ليس دينا خاصا لشعب من الشعوب. إنه الرسالة النهائية من عند الله عز وجل للناس كافة في مشارق الأرض ومغاربها. قال الله تعالى متحدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة تتنزل على هؤلاء المؤمنين الذين يصلون اليوم في المدينة المنورة، وعلى المؤمنين الذين يصلون في مساجد الدنيا بأسرها في شمال الكرة الأرضية وجنوبها، في شرق المعمورة وغربها، كلهم يتجهون لقبلة واحدة، كلهم يعبدون ربا واحدا، وكلهم يحتفلون بمكارم الأخلاق، كلهم ينتصرون لمبادئ الحرية والعدالة والمساواة بين الناس، القيم التي نزل بها الوحي وبشر بها محمد صلى الله عليه وسلم وضحى من أجلها هو وأصحابه بالغالي والنفيس. حتى أنا بدون مظلة خلاص طقس، يعني كان فيه شوي هواء بسيط. هذا الأخ سعودي يمر وقد وضع الشماغ، وهذا أحد المصلين كان أيضا يتكلم، كنا نتكلم معه. هذا الأخ عربي لا شك. معنا هذا الأخ المصلي من أي بلد؟ أفغانستان. أنت مقيم هنا؟ نعم. ما شاء الله. وين في أفغانستان؟ في هيرات؟ في هيرات. في هيرات؟ هيرات. ما شاء الله. وأنتم؟ بنغلاديش. 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 سيتوغوم. سيتوغوم. مين من غير بنغلاديش؟ من مين تاني؟ مصر. من المملكة؟ نعم. وأنت مصري؟ مصري. ما شاء الله. مصر. بنغلاديش. باكستان. باكستان. ومن جنسيات كثيرة لا تحصى. لله الحمد.